أو يخرج من جحره من أجل أن يبدأ عملية الدفاع. نعم. شغل كي ما تيغي شوية باش يبرأ نفسه، قال لك لو كنت أنا من يتدخل في تعيين الحكام في إفريقيا، قال لك لا يعني وضعت حكام يساعدوا المنتخب المغربي للفوز بكأس إفريقيا، وقال باللي لما فاز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا كان في عمره 6 سنوات، يعني هو من مواليد 1970، يعني 6 سنوات في عمره من 1976 لم يسبق أن شاهدوا كأس إفريقيا. لذلك بحلي ميدو اقتبس من كلامك هذه الجملة الأخيرة، هو قال لو كنت مشاركا أو مساهما أو مؤثرا في تعيين الحكام لا ساعدت في فوز المغرب بكأس إفريقيا. تعلمون جيدا بأن آخر كأس إفريقيا فاز بها المغرب كانت لما كان في عمري 6 سنوات. هو هذه الجملة فقط هي الصحيحة ميدو، هذه الجملة الأخيرة صحيحة، لكن الجملة الأولى خاطئة. الجميع يعلم تدخلات الأقجع في تعيين الحكام، آخرها في تصفيات كأس العالم ومباراة تنزانيا، آخرها في كأس أمم إفريقيا. ما حدث للمدرب الجزائري عادل عمروش. بارك الله فيك أمين. لو لم تكن هناك يد قوية للقجع داخل الكاف، مش يد قوية، هو اليد الوحيدة داخل الكاف. نعم. هو الأمر الناهي داخل الكاف الآن، وقوته تفوق قوة موتسيبي داخل ضربة جزاء وبطاقة حمراء للمغرب في في تنزانيا. نعم. نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة الواحدة نظمة في كازابلانكا. شاهدنا ما الذي حدث في قضية مبيمبا مع لاعب المنتخب الكونغولي مع الركراكي وما تلاه من تصعيد إعلامي بعدها. تم طوي الملف وكأنه لم يكن أبدا. صدرت عقوبة في حق الركراكي ثم سورسي وبعد ولات واحد فارم وزود سورسي. أكيد بعدها الثالث لم يكن يهم المغاربة في نهاية كأس أمم إفريقيا، لذلك ذرا للرماد على العيون تمت معاقبته، لا يحضر تلك المباراة التي لم تكن أصلا تهم المغرب. المغرب كان قد تعرف على مصيره بأنه تأهل إلى الدور الثاني، ثم بعد تلك المباراة تم إلغاء العقوبة وعاد الركراكي، مع أن مبيمبا قال بالحرف الواحد بأنه هناك تصريحات عنصرية. وأنا قلت في هذا البلاتو هنا كجزائريين نقف على مسافة واحدة، نحن على الحياد، لا يمكن أن نقول بأن الركراكي أطلق تصريحات عنصرية ضد مبيمبا، ولا يمكن أن نقول بأن مبيمبا محق، ولكن يجب معاقبة أحدهما. أكيد. يا إما مبيمبا يكذب على الركراكي ويجب معاقبة مبيمبا إذا ثبت بأنه يكذب ويتهم في الرجل زورا وبهتانا، وإما أن يعاقب الركراكي إذا ثبتت اتهامات مبيمبا. لم يعاقب لا الركراكي ولا مبيمبا، وتم طي الملف. نزيد لك أنا شيء محمد ردا. نعم. على لقجع على الحيلة إن صح التعبير التي استعملها من أجل الرد على تبرئة نفسه من اتهامات تعيينه الحكام واليد الخفية التي يملكها داخل أروقة الكاف، وقال لو كنت أملك هذه اليد الخفية وأعين الحكام لكنت قدت المغرب للتتويج بكأس أمم إفريقيا. أخي العزيز، حتى تستطيع أن تقنع الحكام بمساعدتك، أولا يجب أن يكون لديك فريق جيد داخل أرضية الميدان، هناك يستطيع الحكم أن يساعدك بعض الشيء، ولكن يا لقجع أنت لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على مقارعة الكبار في إفريقيا، لم تكن تملك منتخبا قويا قادرا على التتويج بكأس أمم إفريقيا، وهذا بشهادة الإخوان المغاربة. نعم. الذين يهاجمون المنتخب مؤخرا هجوما وكأس العالم شرسا. لا تشبه كأس إفريقيا، يقول لك المغرب وصل إلى المرتبة الرابعة كأس العالم. حتى في كأس العالم احنا كنا في قطر. كأس العالم يبقى إنجازا تاريخيا للأشقاء. نعم. المغاربة، ولكن كأس العالم لا تشبه كأس إفريقيا. التاريخ. نعم. بماء من ذهب، هذا نحطوه بجهة. الآن تحدثوا عن كرة القدم، كرويا المنتخب المغربي لم يقدم الشيء الكثير، كان يلعب بطريقة دفاعية ينطلق في الهجمات المعاكسة، وهذا واقع، هذا هو أمر، هذه هي كرة القدم الواقعية، لعب على قدر إمكانياته. الآن نهضر على كأس أمم إفريقيا، تمع المنتخبات الإفريقية التي لا تملك مستوى كأس العالم ما قدرتش تقارع مع المنتخب الكونغولي، شفنا بلي المنتخب الكونغولي كان أحسن منهم، بعدين مع المنتخب الجنوب إفريقي طغيان للجنوب إفريقيا على المنتخب المغربي وفوز نظيف جدا بكل المعايير على كل المستويات، ما كانش عندك منتخب قادر على مقارعة الأفارقة، كان عندك منتخب سيء يقدم كرة قدم سيئة، لذلك حتى بمساعدة الحكام الحكم ما يقدرش يديك انت ما تقدرش من بود تلعب وتقارع المنتخبات. الحكم يساعدك لما تكون قوي، يقدر يساعدك شوية، هذه في حال
ما اذا افترضنا انك راك تقول اني انا ما عنديش يد. لكن الجميع يعلم بانه الاقجع لا يؤثر فقط في تعيينات الحكام وانما يؤثر حتى في تعيينات الرجال داخل الاتحاد الافريقي. كل اللجان موجود فيها المغاربه بشكل فظيع جدا، يعني مسيطرون بطريقه لا يمكن تخيلها. ما قاله ميدو هو كلام صحيح وخطير جدا، تركوا للمصريين فقط المبنى فقط موجود في القاهره، اما الاجتماعات الاعضاء التاثير في القرارات. بالنسبه لقضيه عادل عمروش، يصدر القرار في ظرف 24 ساعه، عمرها ما صارت في كرة القدم العالمية. مباشرة لقجع أمر لجنة العقوبات بالاجتماع وإصدار عقوبات في حق عادل عمروش وإبعاده من كأس أمم إفريقيا في ظرف وجيز جدا، وعندما قدم طعنا لم يتم دراسة طعنه إلا بعد عدة أشهر. بينما في قضية المدرب الركراكي تمت معاقبته في المباراة الثالثة التي كانت لا يحتاج إليها المغاربة من أجل الرماد على العيون، يقول لك ها حتى نحن مغاربة تم معاقبة المدرب المغربي، ولكن بعد الاستئناف 24 ساعة و 48 ساعة بعد ذلك تمت إعادة الركراكي إلى كرسي احتياط المنتخب المغربي. هنا كيل بمكيالين، هناك ظلم وظلمات داخل الكاف. تفضل إسماعيل. احنا نعرفوا الكواليس في الكونفدراليه الجزائر الكونفدراليه الافريقيه، كاين امور تحدث غير عاديه، امور سلبيه ما تحدثش في الاتحاد الاوروبي وما تحدثش في اي اتحاد، وهذا يخلي افريقيا متاخره من ناحيه التنظيميه، من ناحيه كره القدم. شاهدنا حكم في كاس امم افريقيا، حكم ينهي المباراه في الدقيقه 85، العالم كله شاهد، قال لك هذاك هو الحكم الوحيد اللي قادر يخسر معه ريال مدريد وبايرن ليفركوزن، يحبس المباراه في الدقيقه 85. ما يربحوا لا الريال ولا ليفركوزن. بخصوص التسريبات التي تسمعونها ترى هنا وترى هناك بخصوص قضيه اتحاد العاصمه، استطيع اليوم ان اجزم لكم بانه لا خبر اكيد ولا خبر صحيح لحد الان. بالله عليكم، من يستطيع أن يقول لدي تسريبات بأن اتحاد العاصمة سيربح القضية، أو لدي تسريبات بأن اتحاد العاصمة سيخسر هذه القضية؟ هذا كلام لا يقبله منطق ولا يقبله عقل ولا يصدقه عاقل. محكمة الطاس ستعين هيئة تحكيم أو لجنة تحكيم، هذه اللجنة ما زالت لم تدرس أبدا القضية ولم تستمع للأطراف وجها لوجه، فكيف لشخص يخرج على البلاطو ويقول أنا لدي تسريبات بأن اتحاد العاصمة سيربح القضية أو سيخسر القضية؟ لا يوجد أي كلام صحيح ومنطقي في هذا الوقت بالذات. ولكن في المقابل لا نقول تسريبات وإنما نقول توقعات حسب القوانين. خبراء القانون، محامو اتحاد العاصمة ومحامو الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهم من أفضل الناس العارفين بالقانون وسبق لهم كسب الكثير من القضايا، هؤلاء التسريبات الآتية من عندهم، نتحدث عن تسريبات من عند فريق الدفاع الخاص بالطرف الجزائري، هؤلاء متفائلون جدا بكسب القضية، هذا ما نمتلكه من معلومات. فريق الدفاع الجزائري متفائل جدا بكسب القضية لأن القوانين واضحة وجلية. ما عدا هذا، أي شخص يخرج على بلاطو أو ينظر ويقول بأني لدي تسريبات ومعلومات بأن اتحاد، لا أحد يمكنه أن يتنبأ، ويجب أن ننتظر حتى تصدر الطاس قراراتها النهائية.